ترقية وتنويع الخدمات واحترام الجودة أكثر ما ركز عليه الوزير الأول خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طابعته 22. تحدي النوعية وتحدي الخدمات بدأنا نرفعه، وهذا ما يعني دليل على ذلك، يعني ما لاحظناه من توافد المصنفين الجزائريين على المختلف المرافق الفندقية والسياحية الجزائرية، وهذا هام مهم جدا ويعتبر أحد المؤشرات الأساسية، ولكن يبقى علينا الاستمرارية ويعني تنويع المنتوج وتنويع خاصة المنتوجات السياحية التي توفرها هذه المرافق والمتعاملين بالنسبة للساحل الجزائري من أجل استقطابه. التنوع الجغرافي علامة تصنع الفارقة وتجعل من السياحة الصحراوية محطة أخرى يمكن الارتكاز عليها للنهوض بالقطاع. عندنا إقامة سياحية توفر على بيوت تقليدية وغرف تقليدية مع تخدم وجبات تقليدية للمنطقة، وكذلك نضم جولات سياحية للقصور المختلفة لوادي ميزاب، الهدف منها تعريف بالمنطقة وزيارة القصور القديمة، وكذلك خرجات للصحراء لاكتشاف جمال الرمال ولاية غردان. اختيار الجزائر كوجهة سواء من الأجانب أو أبناء الوطن يفرض التماشي مع التطور الرقمي وتسخيره لخدمة المجال السياحي. عندنا منصة رقمية نقدر نريزرفي منها الليبي، نريزرفي منها تذاكر سفر، نقدر نريزرفي منها الحجوزات تاع الزوتيل. عندنا فيها بزاف لي سيرفيس كيما بار اكزومبل لي ترانسفير اللي يحب يروح من الايروبور للفندق، ومادا بينا هاد المنصه ان شاء الله نكون عندنا شويه دعم باش نرجعوها، فيها لو بيمون اونلاين نقدروا نخلصوا بار لي بونك، فيها سي اي بي، فيها الكارطه تاع الذهبيه، وباش هكذا باش نسهلوا للكليون، نسهلوا للزبون باش يقدر من دارو يقدر يريزيرفي وين حب. الصالون الدولي فرصة أخرى لرفع أرقام القطاع السياحي التي تبقى متواضعة مقارنة بالإمكانيات الهائلة التي تزخر بها الجزائر، والتي ينبغي استغلالها بالشكل الأمثل حتى نجعل من السياحة رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.